نشوف بقى النجم الكاميروني سامويل إيتو. الراجل ده عنده مشاكل كتير جدا من ساعه ما بقى رئيس اتحاد، وهو بقى رئيس اتحاد بعد ما بطل بسنتين بس في بلده. صحيفه ليكيب الفرنسيه بقى قالت ان إيتو متهم بمجامله فريق كاميروني للصعود من الدرجه الثانيه لدوري الدرجه الاولى، واشارت ان هناك مكالمه هاتفيه مسربه على موقع التواصل الاجتماعي لإيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد بيطلب فيها مساعدته لصعود فريقه يعني الدوري الممتاز. طبعا دي كارثه، دي كارثه كبيره جدا يعني. واضافت فالنتين كواينو رئيس النادي الكاميروني طلب الالتقاء بإيتو في مقابله سريه. ولفتت صحيفه ليكيب الفرنسيه ان الفريق فريق فيكتوريا يونايتد نجح بالفعل في القفز من المركز الثامن الى الصداره ليصعد للدوري الممتاز الكاميروني. وكان اتحاد الكره الكاميروني اعلن في 2 من يونيو الماضي ايقاف 24 حكم بسبب المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في مباريات الدوري وايضا الكره الخماسيه والكره الشاطئيه. كما اشار موقع بي اس ان سبورت الى ان إيتو بيتم التحقيق معاه بعد ان وافق على ان يكون سفير لشركه مراهنات. برضو دي حاجه غريبه جدا، رئيس الاتحاد يبقى سفير لشركه مراهنات وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. يذكر ان سامويل إيتو البالغ من العمر 42 عام بيشتغل او يشغل منصب رئيس اتحاد الكره الكاميروني منذ عام 21 وذلك بعد عامين فقط من اعتزاله. دي كارثه ما نشوفهاش غير في افريقيا بس، وغير في دوله زي الكاميرون بس يعني طبعا مع احترامنا الشديد لدوره الكاميرون ومع احترامنا الشديد لتاريخ سامويل إيتو، لكن الكره في افريقيا لازم تتطور على الجانب الاداري بالذات، على الجانب الاداري بالذات. واتكلمنا قبل كده في جانب الحوكمه، اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت مع صديقنا العزيز طبعا حسام بدير مدير التطوير في نادي الاتفاق السعودي، وقال لنا فكره الحوكمه للاداره الرشيده للانديه في السعوديه ماشيه ازاي، وخصوصا في كره القدم. خلي بالك لازم تبقى دي الصوره بتاعت افريقيا بقى، لازم نبقى احنا في افريقيا الدول كلها الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال كل الدول لازم يحصل فيها نظام الحوكمه ده، ولازم التطور الاداري يطول افريقيا. انت بتتكلم على سامويل إيتو، واحد لعب في اكبر الانديه في اوروبا وبيحصل معاه اللي بيحصل ده، ومتهم اهو دلوقتي. عشان كده النادي الاهلي هو النموذج اللي منور في افريقيا والشرق الاوسط كله. ليه؟ على الصعيد الاداري في حته تانية، وحتى في النجاحات الفنيه والانشاءات والكلام ده النادي الاهلي في حته تانية خالص، وهيفضل النادي الاهلي في حته تانية، وهيفضل النادي الاهلي في حته تانية، لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو شغال على التاريخ والمبادئ والتطوير. وده افضل ختام لحلقه النهارده.